الجزائر تعلن إلغاء الحج للجزائريين رسمياً. الجزائر تسجل عدد إصابات هو الأول منذ شهرين. قطاع الفلاحة يساهم بـ 12% في الاقتصاد الوطني. الصين تبدي استعدادها لدعم الجزائر بقوة اقتصادياً. كشف يوسف عزوزة مدير الديوان الوطني للحج والعمرة أن الفائزين في قرعة حج 2020 سيؤدون المناسك الموسم المقبل بعد إلغائها هذا العام بسبب كورونا. وقال عزوزة إن الجالية الجزائرية ستمثل الجزائر في الحج. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إصابة 157 شخصاً ووفاة 9 آخرين، وتم تسجيل 115 حالة شفاء، وبهذا يتجاوز إجمالي الإصابات 12,000، فيما وصل مجموع المتوفين إلى 861. قال وزير الفلاحة شريف عماري إن قطاعه يساهم بـ 12% من الاقتصاد الوطني. وأوضح عماري أن الجزائر تتجه لبحث قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية لما له من أهمية بالغة في الأمن الغذائي للبلد. كشف سفير الصين لدى الجزائر أن التعاون الجزائري الصيني في مكافحة وباء كورونا أصبح مثالاً عالمياً يحتذى به. وأكد السفير أن الصين تولي اهتماماً بالغاً لتقوية العلاقات مع الدولة المهمة في إفريقيا وتدعمها بقوة.